يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا بإذن الله هذه الأمسية صاحب الفضيلة شيخنا وأستاذنا عمار محجوبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وبه. شيخنا عمار مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ أحمد. الله يبارك فيك. صحة لباس شيخنا. الله يبارك فيك. الحمد لله ربي يحفظك ويبارك فيك ويهنيك إن شاء الله. الله هو الرزاق، تأتي في أيام الناس شيء من عدم بسط الرزق، يأتي شيء من الضيق في أرزاقنا، فيعلمنا القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله تعالى أيضا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. الله هو الرزاق. شيخنا عمار. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله. المولى سبحانه وتعالى من أسمائه الرزاق، وعندما نقول أن المولى سبحانه وتعالى من أسمائه الرزاق فهذا يعني أنه هو المتكفل برزق عباده بل برزق مخلوقاته سبحانه. ولذلك فإن المولى سبحانه وتعالى خلقنا من أجل عبادته، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبالتالي إذا كنا قد طولبنا بالعبادة فإننا لم نطالب بالرزق، هذا لا يعني أن الإنسان لا يتخذ الأسباب، وإنما يعني ألا يشعر بنوع من اللهفة تجاه الرزق. ولذلكم الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء من عباده، هذا يرزقه مال، وهذا يرزقه علم، وذلك يرزقه صحة، وذلك يرزقه جاه. ولذلكم نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، بكل بساطة، لأن الله عز وجل عندما يخلق المخلوق في رحم أمه يبعث الملك ويكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد، أربعة أمور، لكني أذكر هذه القضايا التي ذكرتها لكم. يكتب رزقه وأجله، وبالتالي فإن الرزق يكتب. ولذلكم إذا كان الله عز وجل قد تكفل بالرزق، فما هو واجبنا؟ واجبنا هو أن نتعرض لهذا الرزق بطريق مشروع، لأن العلماء يقولون: ويرزق الحلال والحرام فاعلم. المولى عز وجل يرزق الحلال ويرزق الحرام، ولكن ما هو دور الإنسان؟ دور الإنسان هو أن يتعرض لرزقه بطريق مشروع، أن يتعرض لرزقه بطريق يرضاه المولى عز وجل. فإذا كتب لي في هذا اليوم أن يكون رزقي 1000 دينار على سبيل المثال، فإن 1000 دينار آتية بإذن الله عز وجل، لكن السعيد يطلبها عن طريق عرقه، عن طريق أخذ الأسباب الحلال، وغير السعيد قد يطلبها بطريق غير مشروع. ولذلكم عندما نقول بأن الله عز وجل قد كتب الأرزاق، لا يعني أن لا نأخذ بالأسباب، صحيح، وإنما يعني أن نأخذ بالأسباب المشروعة، لأن المولى عز وجل يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يقول: إن روح القدس قد نفث في روعي
أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني أي نعم اطلبوا أرزاقكم، لكن اطلبوها بطريق مشروع، فإن الرزق الذي كتب آت يبقى بعد ذلك. هل أتحصل على هذا الرزق بطريق مشروع أم بطريق غير مشروع؟ ولذلكم ورد في بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو ركب إنسان البرق الريح هربا من رزقه لركب رزقه البرق لحاقا به. إذن إن المولى سبحانه وتعالى قد خلقنا من أجل أن نعبده. أما الأرزاق فإن المولى عز وجل قد كتب أرزاق كل شيء، ونحن كبشر تعبدنا الله عز وجل بأن نتسبب لطلب الأرزاق. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، خماصا بمعنى جائعة، وتغدو بمعنى تخرج في الصباح، تخرج في الصباح جائعة وتعود بطانا أي تعود شبعا. ولذلكم إن الله عز وجل كتب الأرزاق، ولكنه لم يطلب منا أن ننام، لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما طلب منا أن نسعى، وهذا السعي هو الذي جعله المولى عز وجل فطرة في الكائنات كلها باعتبار أنها لا تحاسب، وجعله مسؤولية بالنسبة للإنسان باعتبار أنك ينبغي أن تسعى من أجل أن تطلب رزقك. لو ركب إنسان الريح هربا من رزقه لركب رزقه البرق لحاقا به. وكما أسلفت قبلك إن نفسا لن تموت، لن يأتيك ملك الموت قبل أن تستكمل رزقك. إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ما معنى وأجملوا في الطلب؟ أي اطلبوا أرزاقكم من الحلال. إن الرزق هو ضمانة المولى عز وجل، ونحن مطالبون بأن نتسبب من أجل أن نأخذ هذا الرزق، لكن بطريق مشروع. ولذلكم يقولون العلماء يقولون: هل يحاسب الإنسان على رزقه أم يحاسب على طريقة اكتسابه؟ المهم يقولون إن الرزق مضمون، لكن المحاسبة تكون في طريقة الكسب، ولذلكم نحن نحاسب على الكسب. ومن هنا فإن الإنسان قد يشعر بالضيق لأن رزقه ربما قليل. صحيح. والمولى عز وجل يقول: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يبسط بمعنى يعطينا، ويقدر بمعنى يمنع. لكن إذا بسط هذا لا يعني أنه بسط علي لأنني من أفضل الناس، أو إذا قدر لا يعني بأنه منعني لأنني من أسوأ الناس، وإنما تارة يبتلين بالبسط، وتارة يبتلين بأن يقدر علينا الرزق. ولذلكم إن الله عز وجل يعطي الدنيا ويعطي المال لمن أحب ولمن لم يحب، لكنه لا يعطي العمل الصالح إلا لمن أحب. ولذلكم يعني عندما يعطينا المولى عز وجل المال ويبسطه لنا علينا أن نشكر الله عز وجل، وعندما يقدر علينا أن نصبر. فالمؤمن بين أمرين: بين شكر إذا كان الرزق موفورا، وبين صبر إذا كان الرزق مقتورا. ولقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني أحبك.
قال أبشر بالفقر. فكأن النبي قال له إن حبك هذا لا يغير قدر الله عز وجل الذي فيه أنك قد تكون فقيرا. ولذلكم يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو يمضي كما تقول السيدة عائشة أو تقول زوجاته، يمضي الهلال والهلالان ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوقد في بيته نار. نعم. ولذلكم كان غالب طعام النبي صلى الله عليه وسلم الأسودان. ولقد يعني في 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 الطائف عندما رجع النبي عليه الصلاة والسلام في حالة نفسية مضطربة، جاءه ملك الجبال وقال له إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إن شئت، ليس هذه، وفي رواية أخرى أن إن شئت أن يحول له جبال تهامة إلى ذهب. فقال أجوع يوما وأشبع يوما ولا أن أكون نبيا عبدا خيرا من أن أكون نبيا ملكا. وإن كان لا يعاب على الإنسان أن يكون نبيا ملكا، مثل ما كان سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام ربما من أغنى الناس، حتى أنه قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولذلك ما نشعر به من قبض في الرزق أو من قدر في الرزق، لعل ذلك نوع من الامتحان. صح. وما يشعر به البعض من سعة في الرزق، لعل ذلك نوع من الامتحان. وإن الله عز وجل مبتلين في المال، مثلما ابتلى الفقير بأن يصبر ابتلى الأغنياء بأن ينفقوا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. ولذلكم إن الإنسان مبتلى تارة بالصبر ومبتلى تارة بالإنفاق. ولو أن الأغنياء عرفوا حق الفقراء لوقع نوع من التكافل الاجتماعي. نسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الرضا بقدر الله عز وجل. هذا لا يعني أن ينام الإنسان. صحيح. وإنما يعني أن يعيش الإنسان قانعا مطمئن. فلرب فقير ربما لا يملك قوت يومه، ولكنك إذا نظرت إلى محياه وجدته يستنير، لأنه راض بقضاء الله وقدره. ولرب غني يملك ما شاء الله، عندما تراه شزرا ولعله غير راض على حياته. ولذلكم نقول الأغنياء اللهم زد في أموالهم. أمين. والفقراء اللهم إنا نسألك أن تعطيهم من فضلك. والعبرة أن يكون المال الذي نطلبه من الحلال. فلقد جاء سيدنا سعد وكان مستجاب الدعوة، قال له يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ولذلكم قد نتساءل لماذا لا تستقيم أمورنا، لأننا ربما نرتزق بطريق غير مشروعة. ولذلكم ادعوا الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وسأل أحد الناس أحد الصالحين وقال له أيهما أفضل، أن أصلي في الصف الأول أم في الصف الثاني؟ قال أطب مطعمك وصل في أي شئت. نسأل الله عز وجل أن ينزل البركة. أمين. على هذا أمين. على هذا البلد. أمين. ونسأله عز وجل كما قال سيدنا إبراهيم ربي إني اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هذا سيدنا إبراهيم دعا إلى حتى هذا المكان. نعم. المولى عز وجل قال له ومن كفر، حتى الفاسقين وحتى الذين لا يعرفون حق الله عز وجل أرزقهم. نسأله عز وجل أن ينزل علينا البركة. أمين. إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والله أعلم.